السلام عليكم أعزائي التلاميذ. إذا غادي نستمروا في المراجعة ديالنا، واليوم إن شاء الله غادي نشوفوا في هذا الفيديو تصحيح الدالة اللي تعطات في 2020 في الدورة الاستدراكية. كانت مسألة عليها 9 ديال النقاط اللي في متناول الجميع، فقط خص غير التركيز والانتباه للعمليات. إذا غادي نتوكلوا على الله. إذا الجزء الأول من المسألة عطاونا جد إكس تساوي إكسبونونسيال 1 ناقص إكس زائد 1 على إكس ناقص 2. إذا السؤال الأول بين أن مهما يكون إكس كبر من صفر، جي بريم لإكس صغر قطعا من صفر. إذا هنا يعني خصنا نحسبوا جي بريم إكس ونبينوها صغر من صفر. مزيان، إذا شنو كتلاحظوا في جي إكس؟ إذا عندنا الإكسبونونسيال وعندنا 1 على إكس. إذا باش نحسب الشقاق خصني نعرف الشقاق ديال الإكسبونونسيال ديال إيد إكس. إذا غادي نحتاجو هاد العلاقة هادي، إكسبونونسيال إيد إكس بريم هي إي بريم ديال إكس في إكسبونونسيال إيد إكس، وغادي نحتاجو الشقاق ديال 1 على إكس. دونك هنا عندنا جوج طرق، اللي عارف النتيجة نيشان اللي هي 1 ناقص إكس أس إثنان ممكن دير، اللي ما عارفش غادي يطبق إف على جي، 1 بريم في إكس ناقص إكس بريم في 1 على إكس أس إثنان. 1 بريم هو صفر، إكس غيمشي صفر في إكس صفر، إكس بريم هو 1 في 1 هي ناقص 1 على إكس أس إثنان. إذا غادي يمشي جي إكس، جي بريم ديال إكس تساوي إذا 1 ناقص إكس بريم في إكسبونونسيال 1 ناقص إكس ناقص 1 على إكس أس إثنان، والشقاق ناقص 2 هو صفر، يساوي إذا 1 ناقص إكس الشقاق ديالها هي ناقص 1، إكسبونونسيال 1 ناقص إكس ناقص 1 على إكس أس إثنان، يساوي إذا غادي نعمل بواحد ناقص هي، إكسبونونسيال 1 ناقص إكس زائد 1 على إكس أس إثنان. حنا شنو كنعرفو على الإكسبونونسيال؟ بأنه موجب، 1 على إكس أس إثنان موجب. موجب زائد موجب يعطينا موجب في سالب، إذا صغر من صفر قطعا، لأن 1 على إكس أس إثنان كبر قطعا من صفر، و إكسبونونسيال 1 ناقص إكس كبر قطعا من صفر. إذا إلا ضربناهم في ناقص غادي يكون صغر من صفر. إذا هذا فيما يتعلق بالسؤال الأول. السؤال الثاني، استنتج إشارة جد إكس على المجال صفر زائد ما لا نهاية. إذا لنستنتج إشارة جد إكس على صفر زائد ما لا نهاية. صفر راه مفتوح لأن ما كاينش في حيز ديال ألا. دابا هنا لقينا جي بريم ديال إكس صغير من صفر، اش كيعني لنا؟ كيعني لنا بأن الجي تناقصية قطعا على هذا المجال هذا. دونك نقدر ندير جدول التغيرات، ها إكس ها صفر ها زائد ما لا نهاية ها الجي ديال إكس تناقصية قطعا. قالوا لنا لاحظ أن الجي واحد، زادوا لنا واحد المعطى، لاحظ أن الجي واحد يعني واحد هي صفر. إذا هنايا الصورة ديال واحد هي صفر. دونك لاحظوا هاد الدالة تناقصية، دونك غادي نمشيو من هنايا هاد الأعداد هادو حتى صفر كيفاش دايرين؟ موجبين. ومن صفر لهاد الجهة هادو هاد الأعداد هادو كيفاش دايرين؟ سالبين. إذا الجي ديالنا هاد الجي إكس غادي تكون موجبة في هاد المجال هذا، وغادي تكون سالبة في هاد المجال هذا. إذا نقدرو نخرجو بهاد النتيجة هادي، جي إكس كبر من أو يساوي صفر لكل إكس من صفر واحد، و جد إكس صغر من أو يساوي صفر لكل إكس من واحد زائد ما لا نهاية. إذا هذه هي الإشارة ديال جد إكس، بين صفر واحد كتكون موجبة، وبين واحد بليس لانفيني غادي تكون سالبة. مزيان، غادي نمشيو الجزء الثاني من الدالة، الجزء الثاني من الدالة. الجزء الثاني من الدالة، نعتبر f لx تساوي، إذا الدالة ديالنا هي f لx تساوي 1 ناقص x إكسبونونسيال 1 ناقص x
ناقص x يساوي 2 زائد 5x ناقص 3 ناقص 2 ln dx. إذا السؤال الأول بين أن أليف لنبين أن ليميت في ناقص ما لا نهاية ديال f لx تساوي زائد في صفر زائد ليميت في صفر زائد ديال f لx تساوي زائد ما لا نهاية. إذا غادي نحاولوا نحسبوا ليميت في صفر زائد ديال f لx سنلقاوها زائد ما لا نهاية. إذا شنو كنلاحظوا في f لx؟ إذا f لx عندنا حدودية في الإكسبونونسيال، عندنا حدودية وعندنا ln، يعني هاد f فيها ثلاثة دوال، فيها حدودية مضروبة في الإكسبونونسيال، وفيها حدودية، وفيها ln، دونك غادي نحسبوا الليميت في صفر. دونك لاحظوا شوف، عندنا الليميت x يؤول صفر زائد ديال واحد ناقص x إكسبونونسيال واحد ناقص x تساوي، إذا واحد ناقص صفر هي واحد، إكسبونونسيال واحد ناقص صفر هي إكسبونونسيال واحد، دونك غتعطي لنا هي E. عندنا الليميت x يؤول لصفر زائد ديال ناقص x يساوي 2 زائد 5x ناقص 3 هي ناقص 3، وعندنا الليميت ديال x يؤول لصفر زائد ديال ناقص 2 ln ديال x هي زائد ما لا نهاية. علاش؟ لأن الليميت في صفر زائد ديال ln x هي ناقص ما لا نهاية، ناقص ما لا نهاية ضربناها في ناقص 2 غادي تعطينا زائد ما لا نهاية. إذا ليميت x يؤول لصفر زائد ديال f لx تساوي، إذا غادي تعطينا e ناقص 3 زائد ما لا نهاية، إذا هي زائد ما لا نهاية. مزيان، قالوا لنا أول نتيجة هندسية، أول نتيجة هندسية لاحظوا شوف، حسبنا الليميت ديال x في صفر زائد لقينا f كتقرب لزائد ما لا نهاية، إذا x يساوي صفر مقارب عمودي للسعر. واضحة؟ ب قالوا لنا بين أن ب لنبين أن ليميت x يؤول زائد ما لا نهاية ديال f ل x تساوي ناقص ما لا نهاية. دونك عاود كيفاش غادي نبينو هاد النهايات؟ نفس الشيء، عندنا الليميت ديال x يؤول زائد ما لا نهاية ديال واحد ناقص x إكسبونسي واحد ناقص x تساوي صفر. علاش؟ لاحظوا شوف، هاد العدد اللي عندي هنا هو هاد العدد بحال بحال، وهاد العدد فاش كيمشي x زائد ما لا نهاية هاد العدد كيمشي ناقص ما لا نهاية. عندنا حنا واحد النهاية الليميت ديال t يؤول ناقص ما لا نهاية ديال t إكسبونسيال t هي صفر. دونك لاحظوا شوف، ملي كيمشي x زائد ما لا نهاية هاد واحد ناقص x لين كيمشي هو كيمشي ناقص ما لا نهاية اللي هو t، عاود هنايا واحد ناقص x كيمشي t، دونك غادي ترجع لنا هاد النهاية بحال هادي اللي إلا درنا واحد ناقص x هو t، غادي ترجع لنا هي الليميت في t كتمشي ناقص ما لا نهاية t إكسبونسيال t، إذا هي صفر. عاود الليميت x يؤول زائد ما لا نهاية ديال ناقص x يساوي 2 زائد 5x ناقص 3 غادي تعطينا ناقص ما لا نهاية. علاش؟ لأن غادي ناخدو أكبر أس، هادي حدودية غادي ناخدو أكبر أس، عندنا x يساوي 2 هي زائد ما لا نهاية مع الناقص هي ناقص ما لا نهاية، وعندنا عاود الليميت ديال x يؤول زائد ما لا نهاية ناقص 2 ln x هي ناقص ما لا نهاية. علاش؟ عاود لأن الليميت في ناقص في زائد ما لا نهاية ديال ln x هي زائد ما لا نهاية، إلا ضربناها في ناقص 2 غتولي ناقص ما لا نهاية، إذا النهاية في زائد ما لا نهاية غادي تولي لنا شحال؟ صفر ناقص ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، إذا النهاية شحال هي؟ هي ناقص ما لا نهاية. مفهومة؟ غنمشيو للسؤال ب f ل x على x، بين أن إذا نعاود نبين أن لنبين أن ب لنبين أن
ليميت اكس يؤول زائد ما لا نهايه ديال اف لي اكس على اكس تساوي ناقص ما لا نهايه. واول نتيجه هندسيه غادي نحسبوا اف لي اكس على اكس ليميت زائد ما لا نهايه ديال اف لي اكس على اكس تساوي ليميت زائد ما لا نهايه. على لاحظوا هذا غادي نقسموا على اكس غتجينا واحد ناقص اكس على اكس في اكسبونونسيال واحد ناقص اكس ناقص اكس استثنان على اكس غنكتبها على اكس زائد 5 اكس على اكس ناقص 3 على اكس ناقص 2 ارين اكس على اكس كامل قسمتهم على اكس تساوي ليميت في زائد ما لا نهايه. دونك غتبقى لنا واحد ناقص اكس على اكس اكسبونونسيال واحد ناقص اكس ناقص اكس استثنان على اكس هي اكس 5 اكس على اكس هي 5 ناقص 3 على اكس ناقص 2 ارين اكس على اكس مزيان. لاحظوا هذه النهايه هذه في زائد ما لا نهايه هذه النهايه هذه في زائد ما لا نهايه شحال هي 1 عرفتوا علاش ناقص 1 عرفتوا علاش اكبر اس على اكبر اس لان هذه داله جذريه اذا تعطينا ناقص 1 هذا غادي يعطينا ناقص ما لا نهايه اكسبونونسيال ناقص ما لا نهايه شحال هو صفر دونك كتبقى لنا ناقص 1 في صفر هي صفر هذه غادي تعطينا ناقص ما لا نهايه 5 غادي تبقى ناقص 3 على ما لا نهايه هذه غادي تعطينا صفر ايرند اكس على اكس هذه نهايتيه ديال اللي هي صفر دونك لاحظوا شنو بقى لنا في هذه النهايه هذه ناقص 1 في صفر هي صفر وهذو صفر تبقى لنا هي ناقص ما لا نهايه واضحه اذا اف لي اكس على اكس لقينا هي ناقص ما لا نهايه دونك اش كتعني لنا هذه اذا سي اف يقبل فرع شرجاني اتجاهه او ايغريك ولا محور الاراتي بجوار زائد ما لا نهايه دونك مفهومه مزيان غادي نمشيو للسؤال الثالث الف السؤال الثالث الف بين ان السؤال الثالث الف بين ان ثالثا الف لنبين ان اف بريم لي اكس تساوي اكس ناقص 2 في جيل اكس جيل اكس عاقلين عليها ياك انا نكتبها هنايا جيل اكس تساوي اكسبونونسيال واحد ناقص اكس زائد واحد على اكس ناقص 2 الا غادي نحسبوا اف بريم اذا عندنا اف عباره عن دوال قابله للشقاق اذا اف قابله للشقاق غادي نحسبوا اف بريم اف بريم لي اكس تساوي اذا لاحظوا هنا عندي اف في الجي اذا غادي نطبق القاعده ديال اف في الجي اذا غادي تعطيني واحد ناقص اكس بريم في اكسبونسي واحد ناقص اكس زائد واحد ناقص اكس في اكسبونسي واحد ناقص اكس بريم ناقص الشقاق ديال اكس استثنان هي 2 اكس الشقاق ديال 5 ديال 5 اكس هي 5 الشقاق 3 هو صفر ناقص 2 في 1 على اكس الشقاق ديال ارين اكس هي 1 على اكس تساوي دونك 1 ناقص اكس بريم هي ناقص اكسبونسيال 1 ناقص اكس زائد الشقاق ديال هادي غتعطينا هي ناقص 1 في هاد العدد هذا دونك غادي ترجع لنا هي اكس ناقص 1 في اكسبونسيال 1 ناقص اكس ناقص 2 اكس زائد 5 ناقص 2 على اكس مفهوم اذا تساوي اكسبونونسيال 1 ناقص اكس زائد اكس في اكسبونسي 1 ناقص اكس ناقص اكسبونسي 1 ناقص اكس ناقص 2 اكس زائد 5 ناقص 2 على اكس اذا هذه هي اف بريم ديالنا غادي نحاولوا نقارنوا دابا جي دي اكس ونضربوها في اكس ناقص 2 فوالا لاحظوا شوف عندنا اكس ناقص 2 نضربوها في جي دي اكس في اكسبونسي 1 ناقص اكس زائد 1 على اكس ناقص 2 تساوي
إذا تعطينا x إكسبونسي واحد ناقص x x في x زائد واحد ناقص جوج x ناقص جوج إكسبونسيال واحد ناقص x ناقص جوج على x زائد أربعة. فهمتوا هنا شنو درت؟ إذا غير النشر لاحظوا شوف غير النشر x في إكسبونسيال واحد ناقص x x في واحد على x هي واحد x في ناقص جوج هي ناقص جوج x ناقص جوج في هذا هي ناقص جوج إكسبونسيال واحد ناقص x وناقص جوج على هذه هي ناقص جوج على x وناقص جوج ناقص جوج هي أربعة. إذا غادي تعطينا إكسبونسيال واحد ناقص x ناقص جوج إكسبونسيال واحد ناقص x الواحد والربعة هي خمسة ناقص جوج x ناقص جوج على x. دونك لاحظوا غادي تعطينا هنايا عندنا هنايا سمحوا لي راه كاينه هنا ناقص ناقص اكسبونسي واحد ناقص اكس هي مع ناقص واحد نقدروا نكملوا الحساب هي ناقص جوج اكسبونسي واحد ناقص اكس زائد اكس اكسبونسي واحد ناقص اكس ناقص جوج اكس زائد خمسة ناقص جوج على اكس. دونك لاحظوا هي كاينه تما اكس اكسبونسي واحد ناقص اكس هي كاينه ناقص جوج اكسبونسي واحد ناقص اكس هي كاينه ناقص جوج اكس هي كاينه خمسة هي وكاينه ناقص جوج على اكس هي. اذن اف بريم ديال اكس هي اكس ناقص جوج مضروبه في الجي ديال اكس. هذه هي الشقاق ديال الدال. مزيان اذا طلبوا منا بين ان اف تناقصيه اذا باء بين ان اف تناقصيه على المجال صفر واحد لنبين ب لنبين ان اف تناقصيه على المجال صفر واحد. مزيان اذا غادي ناخذ اكس ديالنا فين كاين في صفر واحد اذا اكس محصور ما بين صفر وبين واحد اذا اكس ناقص جوج بين ناقص جوج وناقص واحد يعني هاد اكس ناقص جوج كيفاش داير سالب اذا هذا عنده اشاره سالبه على المجال صفر واحد ولدينا جي اكس كبر من او يساوي صفر لكل اكس من المجال صفر واحد اذا هذا حسب السؤال السابق اذا عندنا اف بريم ديال اكس اللي هي اكس ناقص جوج في جد اكس اذا هذا العدد هذا كيفاش داير على المجال صفر واحد سالب وهذا العدد هذا موجب سالب في موجب اذا صغر من صفر او يساوي اذا شنو غادي تكون عندنا اذا جي تناقصيه على صفر واحد قلنا عاود بين ان جي تناقصيه على جوج زائد ما لا نهايه عاود لنبين ان جي تناقصيه على جوج زائد ما لا نهايه اذا عاود عندنا اكس ديالنا كبر من او يساوي جوج اذا اكس ناقص جوج كبر من او يساوي صفر ولدينا جد اكس صغر من او يساوي صفر لكل اكس كبر من او يساوي واحد اذا الى كان عندنا اكس كبر من واحد يعني اوتوماتيك مورا كبر الى كان اكس كبر من جوج يعني راه كبر من واحد وعندنا فاش كيكون اكس كبر من واحد كتكون جي صغر من صفر اذا اف بريم اف بريم ديال اكس غادي تعطينا اكس ناقص جوج في جد اكس غادي يكون اكس ناقص جوج موجب وجد اكس سالب موجب في سالب اذا صغر من او يساوي صفر اذا شنو غادي تكون عاود اذا جي تناقصيه على جوج زائد ما لا نهايه قلنا بين ان اف تزايديه على واحد جوج لنبين ان اف تزايديه على واحد جوج اذا نعاود اكس ديالنا لنبين ان اف تزايديه على واحد جوج اذا عندنا اكس ديالنا محصور بيناش بين واحد وبين جوج اذا اكس ناقص جوج نقص هنا جوج ونقص هنا جوج
دونك هنا ناقص واحد وهنايا صفر. اذا اكس ناقص جوج كيفاش داير؟ سالب. مزيان هذا سالب. و جي اكس صغر من او يساوي صفر لكل اكس كبر من او يساوي واحد. يعني اذا كان اكس ديالنا محصور بين واحد وجوج يعني راه اكس ديالنا اكبر من واحد. اذا جي كيفاش غادي تكون؟ سالبه. اذا اف بريم ديال اكس اللي كتساوي لنا اكس ناقص جوج في جي اكس غادي يكون هذا سالب والجي اكس سالب. سالب في سالب اذا سالب في سالب غادي يكون موجب. اذا جي اذا اف تزايديه على المجال واحد في جوج. مفهوم؟ دونك قلنا ضع جدول تغيرات ديال اف. لاحظوا ها اف ها اكس ها ناقص ها صفر ها زائد ما لا نهاية ها واحد ها جوج ها اف بريم. اذا كتنعدم اف بريم عندنا في واحد وفي جوج لان اف بريم كتساوي صفر جي واحد كيساوي صفر ولا اكس كيساوي جوج. عندنا من صفر لواحد شنو قلنا الداله؟ تناقصيه. اذا اف بريم غادي تكون سالبه. من واحد لجوج موجبه اذا زائد وهنا سالب. اذا اف غادي تكون تناقصيه تزايديه تناقصيه. حسبنا الليميت في صفر شحال لقيتو الليميت في صفر زائد زائد ما لا نهايه. هنا غادي يكون عندنا اف د واحد هنايا اف د جوج وهنا ليميت في زائد ما لا نهايه. راه حسبنا شحال لقيتو الليميت في زائد ما لا نهايه ديال داك الداله دونك هي ناقص ما لا نهايه. اف د جوج عطاونا القيمه ديالها. اف د جوج راه عطاونا تقريبا القيمه ديالها هي 1.25 1.25. و اف د واحد نقدروا نحسبوها واحد ناقص واحد دونك هذا صفر غتبقى لنا ناقص واحد زائد خمسة ناقص ثلاثة وجوج ايرين د واحد هي صفر دونك غتبقى لنا هي واحد. اف د واحد هي واحد. اذا هذا هو جدول التغيرات ديال الدالة. مزيان اذا جيم 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 علما ان اذا جيم علما ان اف ثلاثة علما ان اف جي علما ان اف 3 كتساوي 0.5 و اف 4 كتساوي ناقص 1.9 بين ان المعادله اف لي اكس. لنبين ان المعادله اف لي اكس تساوي 0 تقبل حلا وحيدا الفا في المجال 3 أربعة. إذا هنايا نبينو هاد المعادلة هادي. إذا مبرنة القيم الوسطية. مزيان إذا خصنا نبينو بأن إف متصلة على ثلاثة على أربعة. إذا لدينا إف متصلة على مجال ثلاثة على أربعة. علاش؟ نقدرو نديرو التعليل لأنها قابلة للإشتقاق حيت حسبنا إف دونك هي متصلة. عندنا خصنا نبينو بأن الصور الجداء الصور صغر من صفر. لاحظوا عندنا اف 3 في اف 4 يساوي 0.5 في ناقص 1.9 دونك كيفاش داير هذا العدد؟ هذا صغر قطعا من صفر لأن هذا موجب وهذا سالب إذا صغر قطعا من صفر. اف كيفاش داير على هذا المجال؟ 3 4 لاحظوا ها 3 ها 4 3 4 كيفاش دايره الداله؟ اذا الداله تناقصيه قطعا. اف تناقصيه قطعا على المجال 3 4. اذا حسب مبرهنات القيم الوسطيه فان المعادله اف لي اكس تساوي صفر تقبل حل وحيد في المجال 3 سمحوا لي 3 أربعة. مفهوم؟ إذا اف متصلة جداء الصور صغر قطعة من صفر رتيبة قطعا كتقولنا بأن مبرهنة كتعطينا بأن يوجد حل واحد. مزيان أنشئ سي اف.
إذن إنشاء سر. إنشاء سر. إذن باش ننشئ السعف، إذن أول حاجة عمل غادي نحتاجو على صفر ها إكس ها إف ليكس. إذا غادي نرسمو من صفر زائد ما لا نهاية، إذا عندنا الليميت في صفر زائد ها صفر زائد، الدالة فين كانت؟ كانت في في زائد ما لا نهاية، إذا هنا مزيان. وعندنا إف بريم ديال واحد يساوي صفر، و إف بريم ديال جوج يساوي صفر. إذا في هاد النقطة واحد إف واحد غادي يكون عندي مماس أفقي، قلنا إف واحد هي واحد، إذا ها واحد ها واحد غادي يكون عندي هنايا مماس أفقي. وعندنا في هاد النقطة هادي جوج إف جوج غادي يكون عندي حتى هنا مماس أفقي، قلنا إف جوج هي 1.25، إذا ها جوج ها 1.25. دونك هنايا لاحظوا هنايا غادي يكون عندي عاود هنايا مماس أفقي، و إف لي إكس تساوي صفر. عندنا إف لي إكس تساوي صفر، عندها واحد الحل فين كاين بين ثلاثة و أربعة، ها ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة، إذا السعف غادي يدوز من هنا. مزيان، وعندنا فرع شجمي اتجاهه أو إكراك بجوار زائد مانانية، دونك الدالة هي تناقصية تزايدية تناقصية وفرع شجمي اتجاهه أو إكس، إذا هذا هو السعر ديال الدالة. إذا ندوزو للجزء الأخير، الجزء الأخير من التمرين هذا، إذا هذا هو السعر. الجزء الأخير متعلق بالمتتاليات، متعلق بالمتتاليات. إذا عندنا نضع h لـ x تساوي، إذا نضع h لـ x تساوي f لـ x ناقص x، وعطاونا الجدول ديال h بين x واحد وجوج، وعطاونا h لـ x تناقصية هنايا صفر وهنايا h جوج، يعني الإشارة ديال h راه باينة كيفاش دايرة، صغر من صفر يعني سالبة. إذا السؤال الأول انطلاقا من جدول تغيرات الدالة h بين بأن f لي x f لي x صغر من أو يساوي x، إذا لنبين أن f لي x صغر من أو يساوي x انطلاقا من جدول تغيرات h. لدينا شنو ممكن نجدو من هاد جدول التغيرات؟ إذا h تناقصية وصغر من صفر، يعني جميع القيم كاينين تحت من صفر، إذا نقدرو نكتبو h لـ x صغر من أو يساوي صفر لكل x من المجال واحد جوج. h لـ x صغر من أو يساوي صفر يعني f لـ x ناقص x صغر من أو يساوي صفر، إذا f لـ x صغر من أو يساوي x، يعني f لي x صغر من x، واني لكل x منين؟ لكل x من المجال واحد جوج، مفهومة؟ مزيان، بين أن ب بين أن نقدر نزيدوها هنايا، لنبين أن واحد حل للمعادلة f لي x تساوي x، f لي x تساوي x. دونك لاحظوا هنايا شنو غادي نلاحظوا هنايا، h لي x h لي x تساوي صفر تقبل حل وحيد هو واحد. لاحظوا شوف الصوره واحد هي اللي بوحدها عندها صفر، هاد الاعداد هادو راه كاملين صغار من صفر، اذا h لي x كتساوي صفر تقبل حل الوحيد اللي هو واحد، اذا f لي x ناقص x كتساوي صفر تقبل حل وحيد الذي هو واحد، إذا f لي x تساوي x تقبل حل وحيد
الذي هو واحد. مفهومة؟ لاحظوا شوف أشد واحد كيساوي صفر، كاين هذا الواحد بوحدو، ما عندناش شي عدد آخر اللي كتنعدم فيه أش. إذن هاد اف لي اكس ناقص اكس اللي هي اش كتساوي صفر عندها حل واحد اللي هو واحد، وهاد اف لي اكس ناقص اكس كتساوي صفر هي اف لي اكس كتساوي اكس. مزيان، دونك غادي ندوزو ثانيا اخر ما كاين في هاد المتتاليات هادو. عندنا اف لي اكس، عندنا واحد المتتالية اي لي ان بحيث اي صفر اي صفر تساوي جوج، و اي ان زائد واحد تساوي اف ديال اي ان. اذا السؤال الاول بين بالترجع ان اي ان صغر او يساوي جوج وكبر من او يساوي واحد. اذا لدينا اي صفر شحال هو؟ هو جوج. جوج واش كبر من واحد وصغر من جوج؟ نعم، اذا صغر من او يساوي جوج كبر من او يساوي واحد. اذا الخاصية صحيحة من اجل ان يساوي صفر. نفترض ان اي ان صغر من جوج كبر من او يساوي واحد، ونبين ان اي ان زائد واحد صغر من جوج كبر من او يساوي واحد. اذا خصنا نبينو اي ان زائد واحد كبر من واحد وصغر من جوج. حنا عندنا اي ان محصورة بينات واحد وجوج، هادي حسب افتراض. اذا عندنا اي ان بين واحد وجوج، حنا شنو كنعرفو على اف؟ اف تزايدية على واحد جوج، ياك؟ عندنا حسب السؤال السابق اف تزايدية على واحد جوج. إذا من حقي نكتب اف د واحد صغر من او يساوي اف ديال اي ان صغر من او يساوي اف ديال جوج، يعني إذا كانت تزايدية الترتيب ما كيتبدلش. حسبنا اف د واحد لقيناها هي واحد، اف ديال اي ان هي اي ان زائد واحد، و اف جوج لقيناها هي 1.25. لاحظوا نقدر ندير 1.25 نقدر ندير صغر من او يساوي جوج. إذا اي ان زائد واحد صغر من او يساوي جوج وكبر من او يساوي واحد. اذا الخاصية صحيحة من اجل ان زائد واحد. اذا حسب البرهان الترجع فان اي ان صغر من او يساوي جوج كبر من او يساوي واحد. مفهوم؟ اذا السؤال الاخر قالوا لنا بين ان، السؤال الاخر بين ان اي ان تناقصيه. صافي دابا غادي نبينوا بان المتتاليه اي لي ان تناقصيه. باش نبينوا بان اي ان تناقصيه نبين ان اي ان تناقصيه. اذا شنو خصني نحسب؟ خصني نحسب اي ان زائد واحد ناقص اي ان، خصني نلقى العدد هذا صغر او يساوي صفر. حنا عندنا اي ان زائد واحد ناقص اي ان هو اف ديال اي ان ناقص اي ان. عندنا هاد اي ان حنا فين كتنتمي؟ لدينا اي ان كتنتمي للمجال واحد جوج، ياك؟ اذا هاد اف اي ان ناقص اي ان هي اش ديال اي ان. وعندنا اي ان كاين في واحد جوج، الا كان اي ان في واحد جوج اش كيفاش دايره؟ صغر من او يساوي صفر. اذا اي ان زائد واحد صغر من او، لنستنتج ان المتتاليه اي لي ان متقاربه. لنستنتج ان اي لي ان متقاربه. اذا لاحظوا بان اي ان تناقصيه، بينا بان اي ان صغر من او يساوي جوج كبر من او يساوي واحد. اذا عندنا اي ان تناقصيه ومصغوره، اذا غادي تكون متقاربه حسب مصادر التقارب اللي شفنا في الدرس. اذا اي ان تناقصيه ومصغوره، اذا فهي متقاربه. مزيان، كيفاش غادي نحسبوا النهايه ديالها؟ اذا عندنا لاحظوا شوف
اي ان هي سمحوا لي اي ان زائد واحد هي اف ديال اي ان صافي. وعندنا اي زيرو كينتاملين لواحد جوج، وعندنا اف متصله على واحد جوج، وعندنا اي ان متقاربه. اذا كيقولنا في مصادق التقارب الا كانت عندنا واحد المتتالي معرفه الداله، الحد الاول كينتمي لواحد جوج، اف متصله على واحد جوج، اي ان متقاربه، اذا نهايتها ال هي حل المعادله اف ل اكس تساوي اكس. لدينا حسب السؤال السابق هذه المعادله اف ل اكس تساوي شحال الحلول اللي لقينا عندها؟ كاين عندها حل واحد اللي هو واحد حسب السؤال السابق، واحد هو الحل الوحيد للمعادله اف ل اكس تساوي اكس. اذا ليميت في زائد ما لا نهايه ديال يو ان يساوي واحد. اذا كما لاحظتوا بان التمرين كان بسيط فقط التركيز. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا، والى فيديو اخر اعانكم الله.